لماذا لا لأنها نعترف سيد عادل بأن وزارة الزراعة والري لا تمتلك أي استراتيجية؟ طبعا من أقول وزارة الزراعة والري لا أقصد الوزارة الحالية الآن، يعني هي وزارة الزراعة والري من 2003 2004 من شكلت أول حكومة بعد 2003 وحتى يومنا هذا ليست لديها لا خطط لا استراتيجيات وكل شيء ماكو. والله وكيلك، يعني عندما يقول اليوم وزير الزراعة بأن الوزارة ماضية بالتحول من الري المفتوح إلى الري المغلق، ما كنا احنا أنا أذكرها في الثمانينات والتسعينات كان هناك مشروع الري بالتنقيط، وين راح؟ وين اختفى؟ طب احنا نرجع لورا ولا نتقدم لقدام؟ حتى اليوم يطلع لنا وزير الزراعة ويقول الري المغلق سنتحول إلى الري المغلق. هاي نقطة. النقطة الثانية، المياه نهر الدجلة والفرات، الهدر اللي يروح في شط العرب ويروح للخليج، لماذا لا يتم استغلاله؟ نعم، حقيقة كلامك جدا رائع. اليوم حتى تبدل الري المغلق إلى الري الري المفتوح إلى الري المغلق يراد لك فلوس. احنا اليوم لحد الآن مدى ندبر مستحقات الحنطة والشعير للفلاحين، تعرف حضرتك الكلام حلو لكن الفعل ماكو. المشكلة كبيرة حقيقة. اليوم لو تتذكر حضرتك من يمكن سنتين احنا من قناتكم الكريمة طالبنا بإعادة النظر بالسياسة الزراعية حتى نكون سياسة تتحدى الجفاف في العالم كله. مؤتمر غلاسكو في انجلترا يحذر العراق خامس أكبر دولة متضررة بالعالم. من ذاك الوقت لها الوقت شنو الأفعال اللي سويناها؟ شنو الأعمال اللي سوينا؟ كل شيء ما كل حد اللحظة اللي دا نتكلم، يعني تصور احنا اليوم دخلنا مرحلة الخطر، كمية المياه الخزين أصبح قليلة جدا، ولكن لحد الآن ما نشوف أعمال. أنا سألتك أيضا عن الهدر، مياه دجلة والفرات اللي تروح بالخليج، يعني نسب كبيرة يعني من عندها، يعني لماذا لا يتم التعامل معها واستغلالها؟ أكون صادق وياك، اليوم إحنا ما عندنا مي يروح لشط العرب، لأن أصلا إحنا المناسيب انخفضت لدرجة المفروض 75 متر مكعب يروح للخليج حتى يدفع اللسان الملحي عن البصرة. تخيل 75 متر حتى ندفع اللسان الملحي عن البصرة، إذا قل اللسان الملحي يصعد عن البصرة، وتشوف بين فترة وأخرى البصرة تشكي من صعود اللسان الملحي عليها. فلذلك إحنا ما عندنا كميات مياه، وأصلا هو ما بقت كميات مياه. تعرف حضرتك اليوم الخزين مدور جدا. اليوم نحكي عن منظومات الري، حضرتك قبل شوية قلت اليوم إحنا لازم نرشد استهلاكنا للمياه. من مستشار يقول 48 مليار نستخدم، هذا رقم يفوق الخيال في ظل أزمة خانقة. لذلك اليوم لازم نشوف الأسواق مالتنا مليانة منظومات ري بالرش الحديثة، سواء من مختلف المناشئ، صيني أو سعودي أو أي شيء، حتى شنو يقتنيها الفلاح بسرعة حتى نفرق مي ذيك خزين.